السلام عليكم، معكم أحمد عادل، ونبدأ مع بعض دورة في هندسة الري والصرف لطلاب الهندسة المدنية. أهلا بيكم ويسعدني أن أكون معاكم، وهنتكلم النهاردة في موضوع اتبنت عليه حضارات المنطقة بتاعتنا كلها، مصر والعراق وسوريا واليمن، كل الحضارات في منطقة الشرق الأوسط اتبنت على الزراعة، والزراعة اعتمدت في تقريبا كل الأحوال على هندسة الري والصرف. النهارده هنتكلم في 3 مواضيع. هنتكلم على مقدمة عامة على الكورس اللي هندرسه مع بعض إن شاء الله. هنتكلم على مقدمة لهندسة الري والصرف، وهناخد مع بعض نظرة على الموارد المائية في مصر. أول حاجة، علشان ما يحصلش إن حد يتوه في الكورس ومبقاش عارف هو يعني توجهه إيه، إحنا مع بعض هناخد دلوقتي نظرة عامة على أجزاء الكورس المختلفة والغاية منها. لو بصينا مع بعض على الصورتين اللي قدامنا دول، هنلاقي الصورة اللي على الشمال لمكان ما من أرض مصر، والصورة اللي على اليمين لنفس المكان لكن بعد عدد من السنوات. الفرق الكبير الواضح ما بين الاتنين هو إن حصل عملية استصلاح زراعي وتوسع زراعي للمنطقتين اللي هم حواليهم الدائرة الحمراء دول. دي مناطق كانت زي ما احنا شايفينها كده قاحلة ما فيهاش أي نوع من الاستفادة، تحولت إلى أراضي زراعية مثمرة، فتحت فرص عمل وأصبحت مصدر ثراء لعدد من الأشخاص أو ممكن الدولة. فبالتالي احنا نقدر نعرف على طول احنا هذا العلم بيساعد مش بس الفرد، ده بيساعد المجتمع ان هو يتحول من حالة العوز والحاجة إلى مرحلة الاستغناء والكفاية. هنبص مع بعض على أهداف هذه الدورة، هنلاقي إن إحنا مع بعض عايزين نتعلم بعض المبادئ على هندسة الري والصرف، عايزين مع بعض نفهم المبادئ أو العلاقة الأساسية الحاكمة ما بين عناصر الزراعة. عناصر الزراعة الأساسية هي التربة، النبات، المياه. التفاعل بين ال3 عناصر دول مع بعض هو اللي بيسمى عملية الزراعة، وهو ده عملية النماء والثروة الزراعية بتنشأ من هذا التفاعل. فعايزين نفهم مع بعض العلاقة الحاكمة ما بين ال3 عناصر دول اللي تحقق أفضل وضع لنا. بعدين عايزين نفهم مع بعض إزاي نقدر كمية المية اللي بيحتاجها مساحة أرض من النبات. أنا هنا مش بتكلم على يعني نبات واحد، أنا بتكلم على إحنا بنتكلم على مشاريع زراعية، فعايز أعرف المشروع بتاعي ده سواء المشروع ككل أو وحدة المساحة منه، اللي هي في حالة مصر الفدان. في وحدات تانية كتير غير الفدان، بس يعني إحنا هنا بنتكلم مثلا على الفدان، فعايزين نعرف الفدان في المشروع بتاعي ده اللي أنا بصممه عايز كمية مية قد إيه. وطبعا ده بيعتمد على عناصر متعددة لها علاقة بنوع النبات ونوع التربة والوضع المناخي وحاجات كتيرة يعني. عايزين نكون عندنا القدرة إن إحنا نخطط ونصمم مشاريع الري. مشاريع الري ديت يا إما تراديشنال يا إما مودرن، وهنشوف يعني النوعين وطريقة تقدير المياه لكل منهما. وكمان عايزين نتعرف على منشآت الري وعمليات الري، بتبقى محتاجة أنواع مخصصة من المنشآت الهيدروليكية، هنتعرف عليها مع بعض إن شاء الله. وكمان عايزين نتعرف على بعض أنظمة الصرف الزراعي. يبقى احنا عندنا الخطوات اللي بنتكلم عنها كالتالي: اولا احنا بنبدأ باحتياج انساني ملح، وبعدين هنعرف نتعلم مع بعض شوية حاجات عن السويل فيما يتعلق بالزراعة، وبعدين هندرس مع بعض شوية حاجات تتعلق بالموارد المائية، وبعدين هنتكلم على انظمة الري وتصميمها وانظمة الصرف. كأن دول ال4 اركان الرئيسية لهذه الدورة: التربة، المية، الري، الصرف. عندنا ممكن لو بصينا على الكورس من حيث الشباترز، هنلاقي عندنا شابتر مقدمه للري والصرف، شابتر عن الووتر سويل ووتر بلانت ريليشن شيب، شابتر استيميتنج اوف كروب ووتر ريكويرمنتس، شابتر ديفرنت اريجيشن سيستمز. يعني هنا بنتكلم على ان عندنا انظمه ري تقليديه زي اللي هي الري بالغمر والري حياض وشانلز وكده، وعندنا أنظمة ري حديثة زي الري بالرش والري بالتنقيط، نتعرف عليهم كلهم إن شاء الله، وبعدين نتعلم التخطيط للمنشآت للأراضي الزراعية وفقا للأنواع المختلفة للري. هنتعلم مع بعض في الشابتر اللي بعده إن احنا ناخد خلفية باك جراوند على الأجريكلتشر درينج، وهنشتغل شوية على درينج انجينيرنج ديزاين أند بلاننج، وآخر حاجة عندنا هيبقى عندنا الإريجيشن ستراكشرز. لو حبينا ناخد دلوقتي مقدمة على هندسة الري والصرف،
بداية أي مجتمع إنساني بيبقى عنده احتياجات، رسمها أحد العلماء اللي اسمه ماسلو على ما يسمى بهرم ماسلو. الهرم ده بيوصف كل احتياج إنساني اللي هو إذا حدث خلل في أحد أو بعض هذه الاحتياجات الإنسانية بيحدث خلل للفرد والمجتمع بطريقة تعيق تمتعه بالحياة وتعيق استفادته من حياته لنفسه وللمحيطين به. لو بصينا على أول ليفل من هذا الهرم اللي هو لو هو مرسوم هرم قصدا علشان لو بمعنى إن لو حصل انهيار في أي طبقة الطبقات اللي فوقيها بتسقط. فلو بصينا على الطبقة الأولى البيز لهذا الهرم هنلاقي يمكن أول احتياج فيها هو الاحتياج للغذاء. إذن إحنا بنتكلم على احتياج إنساني لو ما تمش توفيره فإذن هذا الشخص وهذا المجتمع سينهار لا محالة. فإحنا دلوقتي بندرس فرع من فروع الهندسة اللي تهدف إلى دعم ومساعدة توفير هذا الاحتياج الإنساني. عملية توفر الغذاء تاريخيا هي مش شرط بتعتمد على الإنسان والزراعة والري، لا يا يعني حتى الآن يعني كل عمليات صيد السمك هي إنك بتجيب غذاء بشكل ناتشرال. كان في كمان صيد، يعني أيام ما كان في صيد الحيوانات مثلا لهدف الغذاء، وكذلك كانت في مرحلة من حياة الإنسانية كانت مرحلة الجمع والالتقاط، إن الأشجار بتطلع فيها يعني فواكه أو غذاء أو كده والإنسان بياكل. طيب إذا يمكن الحصول على الغذاء بشكل طبيعي، يعني إيه أهمية وجود أنظمة ري وصرف وهندسة للري والصرف وهكذا؟ لو بصينا مع بعض السبب في هذا الأمر، تعالوا نبص مع بعض على هذه السلايد هنلاقي. طيب السلايد دي بتساعدنا نعرف يعني ليه في بنهتم بعمل أنظمة الري. هنلاقي إن في معظم بلاد العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، يعني في استثناءات بس ده خلينا في اللي يخصنا، يعني عندنا حاجة اسمها uncertainty of rainfall اللي هي إن أنا مش متأكد الأمطار هتجيلي إمتى ولا هتجيلي فين ولا هتجيلي بقدر بكمية قد إيه. في حالة عدم اليقين ديت من شبه المستحيل إنك تقدر تعمل تخطيط لمشاريع زراعية كبيرة. بينفع في وسط هذه الانسرتينتي تعمل مشاريع زراعية لكن محدودة وما تبقاش هي الأساس في حياة هذا المجتمع. هنلاقي قدامنا صورة هنا من جريدة بتقول إن في أمطار نزلت في شمال سيناء والأهالي بدأوا موسم الزراعة. الأهالي هنا دول عندهم طبيعة من الحياة معينة، إذا يعني ربنا رزقهم بمطر فهم خلاص مسيستمين حياتهم، عارفين مخزنين عندهم بذور ويشوفوا المطرة نزلت فين ويروحوا رايحين بذرين البذور ويتوكلوا على الله يعني في جني المحصول. لكن هم مش عايشين بس على هذا الامر، وما ينفعش مجتمع ضخم، يعني هم عشان البدو في سيناء اعداد بسيطه فالموضوع ماشي، انما لو بنتكلم على منظومه كبيره مش هينفع. يبقى احنا محتاجين اذن لوسيله تحقق السيرتينتي نوعا ما في توفر الماء بدل الانسيرتينتي. عندنا السبب الثاني uneven distribution of rainfall، بمعنى ان المطر ما بينزلش في الاراضي الكبيره بشكل متجانس، نلاقي اماكن نزل فيها كميات كبيره من المطر واماكن ما نزلش خالص. اذا احنا محتاجين عمليه عشان يحدث مساواه او يعني uniformity، يعني توزيع متماثل للامطار، بتحتاج عمليه لنقل الماء من مكان لمكان. سبب ثالث عندنا ليه بنستخدم مشاريع الري وبنعتمد عليها، ان احنا بنبقى عايزين ساعات نزرع بعض المحاصيل اللي هي بتحتاج ميه كتير. النباتات متنوعه جدا في احتياجها للميه، من اول النباتات اللي هي مثلا العطريه ماشي، دي في احتياجها للميه بسيط جدا، واصولا بقى انت عندك لو عايز تزرع رز او قصب ده بيبقى نباتات احتياجها المائي كبير. فانت ممكن تبقى عندك احتياج لانك تزرع شيء معين فبتحتاج تزود كمية المية اللي بتصل للأرض اللي أنت ناوي تزرع فيها دي، وده الزيادة دي بتبقى عن طريق مشاريع الري. التربة لما تبقى عالية النفاذية بتحتاج برضو يبقى عندك زيادة في المية to maximize production، بمعنى إن النبات بيبقى محتاج كمية مية معينة دي توصله للحالة المثلى. بمعنى إيه؟ لو خد مية أقل منها هيعيش ولكن إنتاجيته تبقى ضعيفة، ولو خد مية أعلى منها هيعيش وتبقى هتبقى انتاجيته ضعيفة كذلك. فيبقى الحل انك عايز تودي كمية مية معينة للنبات ده يحقق اعلى انتاجية.
آخر حاجة معناها كنترول ووتر سبلاي، إن أنت دلوقتي كل نهر في الدنيا تقريبا عليه سدود عديدة مش سد واحد، فبقى كمية تصريف المية في النهر اللي هو المصدر المائي ما بقتش زي أيام المصريين القدماء لما يحصل فيضان يغرق الأرض وبعدين يقعدوا يزرعوا اعتمادا على الرطوبة أو المية اللي وصلت. لا، دلوقتي بقى كل شهر قدر معين من المية بيعدي من السد العالي أو أي سد في الدنيا، فبيبقى يجب إن هي إيه يتم تهيئة النظام الزراعي كله على إن هو كنترولد أو متحكم فيه. إذن إحنا هنا بنتكلم دلوقتي على إن الثروات والمنافع الكبيرة اللي بيتم الحصول عليها من خلال الزراعة لا تحدث إلا بتوفير الماء. إذن إحنا أهمية الزراعة جاية من أهمية المية للمحاصيل، وطبعا المية للمحاصيل هي من يعني أهم أسباب وجودها، أو يمكن لو مفيش مية إذا مفيش محاصيل، فإذا لو مفيش عمليات ري يبقى مش هيبقى فيه المحاصيل اللي هي تحدث ثراء، يعني لو إحنا بنتكلم على الارتفيشال. يعني لو بصينا تاني على أهمية عمليات الزراعة هنلاقي إن أنت عندك الزراعة الهادفة إلى توفير optimum production of crops، أعلى إنتاجية من المحاصيل بكميات كبيرة. هنا بتتكلم على نشاط يؤدي إلى إحداث الأمن الغذائي للمجتمع، الأمن الاقتصادي للمجتمع، الوظائف، وده يعتبر أمن اجتماعي للمجتمع. المحاصيل بتفتح أبواب واسعة لعمليات الصناعة المعتمدة على المحاصيل، ودي صناعات يعني كبيرة جدا. نعرف إن في صناعة الغزل والنسيج دي لعلها من أهم الصناعات المصرية، مبنية على يعني القطن مثلا أو بعض الأقمشة وكده، فدي بتبقى محتاجة للنبات. وبيبقى عندنا برضو باب كبير للثروة والثراء اللي هو الثروة الحيوانية، وطبعا يعني متلازمتان الثروة الحيوانية مع الثروة الزراعية. لو بصينا يعني على الشكل اللي قدامنا ده بيمثل فكرة الري. فكرة الري إنك تنقل المية من الأرض مصدر الماء الطبيعي اللي هو نهر أو بحيرة ماء عذب إلى الأرض الزراعية، ده بأبسط تعريف يعني لما هي الري، إنما طبعا معنا تعريفات أكثر تفصيلا. فلو بصينا على إن الووتر سايكل بتاعت البلد أو المكان ككل، هنلاقي إن الإيراد المائي اللي هو بيبقى متمثل مثلا في المطر أو في النهر أو مصدر الماء العذب بطبيعة الحال بيتم توزيعه ما بين أمور متعددة، سواء استهلاكات يعني مثلا مياه شرب ومياه ري، أو فوائد مثلا زي البخر والتسرب للقاع التربة وكده. جزء من التوزيعات المتعددة اللي بتحصل للمياه هي إن بيتم يعني وجود الماء ده في التربة، يعني المياه لما بتبقى ماشية على وش الأرض سواء في أي كان يعني تساقط مطري أو فلد أو غيره، بيحصل تسرب لهذه المياه إلى طبقات التربة التحتية المختلفة. التسرب ده بيعتبر شكل أو جزء من الميزان المائي للمكان. النبات الحقيقة أكتر يعني فايدة بيحصل عليها من الماء هي من هذا القدر اللي هي الرطوبة اللي في التربة. عملية الري هي عملية التحكم في هذا القدر من الرطوبة بحيث تحقق أفضل إنتاجية للمحاصيل. لو حبينا تاني نعرف الري بشكل مختلف في السلايد دي، هنلاقي إن عملية الري هي عملية إضافة مية للتربة عشان تدعم المطر وتوفر بيئة لأعلى إنتاجية من المحاصيل. يعني لو الشكل اللي قدامنا ده يمثل قطاع في تربة، لو الدنيا مطرت فبيحصل ترطيب لهذه التربة، لو كمية المطر غير كافية لأن النبات ينمو بشكل يعني كامل ومنتج بغزارة، ساعتها بنحتاج نضيف كميات مية أخرى عن طريق عمليات الري. الإضافة ديت بتوصل محتوى الرطوبة في التربة للقدر المثالي لنمو هذا النبات. السلايد دي بتقدم لنا عدد آخر من التعريفات للتربة، والعربي عشان تبقى يعني أوضح وأسهل، هنلاقي إن التعريف اللي فوق تعريف يعني تفصيلي بيقول أجزاء دراسة منهج الري. بيقول لك الري علم يهتم بتقدير الاحتياجات المائية للحقول الزراعية، إنك تعرف تحسب الحقل ده عايز مية قد إيه،
وبعدين تدور على مصادر المياه القريبة، وبعدين تدور على الطرق ازاي توصل المياه من المصدر بتاعك ده الى الارض اللي انت بتتكلم عنها، وازاي توزعها بالقدر والتوزيع الزمني المناسب والمكاني بناء على احتياجات التربة والنبات وحاجات متعددة. هنلاقي التعريف التاني تعريف مختصر شوية، بيقول لك هو عملية الري هي عملية توصيل المياه للتربة علشان توصل رطوبة التربة للقدر اللازم لنمو النبات. هنلاقي بعد كده معانا في السلايد ان الري دوت بيوصل المياه للتربة للأغراض التالية، يعني ممكن تبقوا تقروا هذا يعني هذه النقط المتعددة لأنها بتكمل الصورة، ولو في أي حاجة من الحاجات دي مش واضحة ممكن إيه تكتبولي في الكومنتات. الشكل اللي قدامنا ده بيدينا فرصة إن إحنا نشوف قطاع في التربة، إن إحنا دلوقتي عندنا بدأ يعني غير إن إحنا بنشوف التربة من فوق كده والنبات طالع منها، تعالوا نشوف التربة متكونة من إيه من تحت. هنلاقي إن طبعا النبات أو في الحالة ديت الشجرة بيتغذى من خلال هذه الجذور المتعددة اللي بتمتص المية من التربة. الحقيقة لازم عشان نفهم ازاي النبات بينمو نبص على نظرة ميكروسكوبية للتربة علشان نشوف النبات بيتغذى على ايه. هنلاقي في الصورة اللي قدامنا هنا بتدينا يعني نظرة بميكروسكوب على التربة، هنلاقيها بتتكون من ثلاث حاجات أساسية: حبيبات التربة اللي هي البني دي، مية اللي هي كنا قلنا عليها كده اللي هي محتوى الرطوبة أو المحتوى المائي للتربة، وتالت حاجة اللي هي الهواء. الحقيقة إن التلات عناصر دول مهمين، ولو أي واحد فيهم مش موجود النبات هيصبح يعني فرصة نموه شبه معدومة. ليه بقى؟ لأن كل حاجة من دي بتدي النبات حاجة من أساسيات الحياة. النبات زينا محتاج مش بس يشرب مية، محتاج كمان يتنفس، فالرطوبة فالتربة لازم يبقى فيها مية زي ما يكون برضو فيها هواء، ما يكونش فيها مية بس. طيب أدي المية والهواء، إيه لازمة حبيبات التربة؟ الحقيقة النبات برضو مش بيتغذى على مية، هو مش بيشرب زينا، هو الحقيقة النبات بيتغذى من التربة على أملاح وعناصر كيميائية عديدة، العناصر دي بيجدها في حبيبات التربة. تمام؟ فأدي التلاتة هنا اللي هم عن الوجبة الغذائية المتكاملة بالنسبة للنبات: حبيبات تربة توفر له عناصر غذائية، مية توفر له يعني بيئة لهضم وإذابة هذه العناصر، وأكسجين وهواء يعني فقاعات هوائية عشان يعرف يتنفس. هل الري كله بيتم بطريقه واحده؟ كنا قلنا قبل كده ان في تراديشنال وفي مودرن ريجيشن سيستمز، زي ما احنا شايفين كده قدامنا ثلاث صور بتورينا ثلاث اشكال من اشكال الري. هنلاقي الصوره اللي على الشمال ان انت عندك هنا قناه مائيه بيتاخد منها تفريعه صغيره تستخدم في ري الارض، ده كده ري عن طريق القنوات. هنلاقي الصوره اللي في النص لو احنا ناخد بالنا هنلاقي كان في خرطوم كده ماشي جنب الأشجار. الحقيقة الخرطوم ده في عند مكان الشجرة ثقوب بتؤدي إن هو يطلع، طبعا في ديزاين معين يعني للأمر، لكن في الآخر بينزل كمية مياه عند كل شجرة تكفي لترطيب التربة حوالين هذه الشجرة لتحقيق النمو الأمثل عندها مع توفير كميات المياه، لأنه بس بينزل عند الشجرة ما بينزلش في كامل المساحة الزراعية. الرسمة اللي عندنا على اليمين ده نوع ثالث من أنواع الري، بيسمى الري بالرش، وزي ما احنا شايفين يعني في سيستم لرش المية على مساحة تربة كبيرة بتهدف إلى أن يحدث ترطيب لكامل الأرض. كل طريقة من التلاتة ليها مزايا وليها عيوب، كل طريقة من التلاتة في ظروف تخليها هي الاختيار الأمثل، وهي دي شطارة المهندس أن يشوف يعرف يركب كل طريقة اللي تحقق أعلى فوائد وأقل عيوب بناء على الخصائص الظروف اللي عنده. الشكل ده برضو بيحكي لنا نفس الكلام بس بشكل مختلف، يعني بصورة تبقى أوضح لبعض الناس، إن احنا عندنا عمليات الري هي إما ري تقليدي إما ري حديث. الري التقليدي دوت ممكن نقول عليه إن هو الري السطحي، وفي عندنا هنا اللي كنا زمان بنعرفه إن هو اسمه ري الحياض البيزن إريجيشن، إن أنت بتغرق مربع معين بالمية وتسيبه لغاية لما المية يعني تنفلتريت إلى التربة، فيبقى كده علت محتوى المية في التربة، وتقفل المية وتقعد تزرع فترة طويلة ممكن الموسم كله على هذا الكمية من المية اللي دخلت التربة. صورة أخرى من الري السطحي دوت هو الري يعني الري بالرفع،
فهو ان انت في الحالة مثلا ان انت لو عندك بتحتاج ترفع المية شوية انك توصل للأرض زراعية. في الحالتين اللي هما السيرفيس اريجيشن بيبقى فيه شرط يعني لنجاح هذا الامر ان الارض تبقى منبسطة، ميبقاش الميول عالية، تمام؟ لان احنا لو فكرنا مثلا في البيزن اريجيشن، لو الارض ميلها عالي مش هيبقى عندك قدرة تعمل حوض يعني، لا المية هتجري منه يعني. هنلاقي بقى عندنا على النقيض عندنا المودرن اريجيشن ميثودولوجيز، هنلاقي الاساسي عندنا في سبرينجلر ودريب، ودول بقى بينفعوا لو التربه ميلها عالي او لو في شروط معينه اخرى هندرسها مع بعض بالتفصيل خلال هذه الدوره. السيرفيس اريجيشن اللي هو التقليدي دوت فيه برضو عيوب، ان انت بيحصل لك مثلا حاجه اسمها الووتر لوجينج، اللي هو ببساطه ان انت زي ما شفنا كده في ري البيزن، انك لو ما اتعملتش بدقه كمية المياه بتبقى كتيرة لدرجة إنها تزق كل حبيبات الهواء من التربة فتمشي، فما يبقاش عندك إلا مكونين بس للنبات، حبيبات التربة والمياه، وزي ما قلنا كل حاجة من التلاتة أساسية، فلو الهواء راح نبات بيموت. العيب التاني اللي قدامنا هنا في النظام دوت إن قد برضو المياه ديت أنت بتبقى نفسك إنها يعني دارس وحاسب إنها إيه تتسرب وتبقى في الطبقة اللي على الوش كده بحيث تبقى متاحة للنبات ان يستفيد منها. لو في ظروف معينة التربة ممكن تنفذ المياه دي للأعماق وتبقى بعدت عن النبات وتبقى المياه كلها راحت يعني. تالت مشكلة مع الري السطحي ان بيحصل حاجة اسمها السويل سالينيزيشن، تملح التربة، ودي لما بتبقى المياه موجودة على السطح ومياه تتبخر لان الجو حر بيتبقى الاملاح اللي كانت في الميه بتتبقى، ودي طبعا ليها تاثير سلبي جدا على جوده وخصوبه التربه. هندسه الري، ايه بقى هندسه الري بعد ما شرحنا الري بالتفصيل وقلنا انواعه؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه هي هندسه الري. هندسه الري ببساطه ان انت بتعمل تصميم لنظام يعمل على توصيل الميه للارض الزراعيه بالقدر اللي تحتاجه النباتات وبناء على خصائص التربه والمناخ. ده تعريف كده، وانتوا برضه هيبقى عندكم تعريف انجليزي تاني ممكن تقروه. اي مشروع ري بيتكون من الاجزاء الاساسيه اللي احنا شايفينها، مشروع لتخزين واخذ الميه من مصادرها الطبيعيه، عمليه نقل الميه للمسافات كبيره، عمليات ومنشات للتحكم في نقل الميه خلال الترع، وبعدين حاجة اسمها الفارم ديستريبيوشن، المية بعد ما توصلها الأول للمنطقة الزراعية ازاي توزعها على الحقل أو الغيط، وبعدين بيبقى فيه دايما لازم أعمال معينة للتصريف الماء الزائد. لو حبينا نعرف ايه هي الفارم درينج، أنظمة الصرف في الحقول، هنلاقي فيه يعني الصرف زمان كان بيتعرف ان هو انك كمية المية الزايدة عندك انك ازاي تتخلص منها وتبعد عن الأرض الزراعية عن طريق انك بتحفر برضو قنوات، بس بهدف انك انها تمتص الميه من الارض الزراعيه وتصرفها بعيد. الاهداف بتاعت عمليه الصرف الحقلي زادت، بقت زي ما احنا شايفين كده انك بتحافظ على المكونات الثلاثه، التوازن بينهم، تحافظ على منسوب المياه الجوفيه، وتكافح عمليه تملح الارض الزراعيه. وده تعريف انجليزي لنفس الامر. هندسة الصرف هي هندسة الصرف، يعني نقدر نقول إن هي عملية تصميم أنظمة للتخلص من الماء الزائد والتحكم في محتوى المية في التربة والتحكم في كمية الأملاح ومستوى الماء الجوفي. الشكل اللي قدامنا بيورينا تصنيفات أنظمة الصرف المختلفة، إن إحنا يعني تقدروا تطلعوا عليها لمعرفة الفروق ما بينها. كلمتين محتاجين نعرفهم برضو كمصطلحات، عندنا كلمة كروب وهو أي نبات ممكن الإنسان يستفيد منه، كلمة المقنن المائي وده مصطلح هنستخدمه كتير وبيستخدم كتير إن شاء الله في متعلق بالزراعة، هو كمية المية التي يجب إعطائها للفدان اللي هو الاحتياج المائي، يعني كمية المية أنت بتقنن قانون أو قدر معين من المية يروح للأرض ديت عشان يديك أحسن محصول. طيب اللي احنا قلناه ده كله احنا عاملين دايما عاملين نتكلم ما بين نقول زراعه ومحاصيل ونباتات، طب مش احنا كده كاننا بنتكلم على مهندس زراعي؟ الحقيقه العمل اللي احنا بنتكلم فيه او العلم اللي بنتكلم فيه ده بيحصل فيه تعاون ما بين فرعين من الفروع المعرفه، فرع الهندسه المدنيه وفرع الهندسه الزراعيه. هنا المهندس الزراعي بيركز على او بيتناول في دراسته
ان هو يختار احسن محصول، هو اللي بيقول هنزرع هنا ايه. احنا كمهندسين مدني ما بنختارش المحصول اللي هيتزرع، هو بيختار المحصول، هو اللي بيحدد عملية الزراعة، هنبتدي نزرع امتى وهنزرع بشتلات او يعني التفاصيل بتاعت الزراعة، هو اللي بيقول لنا النبات ده بيحتاج كمية مية قد ايه، وهو اللي بيقول لنا هو اللي بيختار يعني الأسمدة وبيحدد الجدول بتاع الري. احنا كمهندسين مدني بيبقى دورنا ان احنا ننقل المية للأرض اللي هو هيزرعها، وبنعمل لها ديستريبيوشن ما بين الأرض، طبعا بتتقسم أجزاء فبيتم يعني عمل ديستريبيوشن ليها، فبنعمل توزيع. احنا شغلتنا نصمم ونخطط شبكات الري والصرف، وتصميم وتنفيذ منشآت الري الهيدروليكية المختلفة. طيب إذا كده شفنا الاتنين، طب هل الاتنين منفصلين؟ لا، احنا كمهندسين مدني بنحاول نتعرف على بعض المعلومات الهامة اللي عند المهندس الزراعي علشان نعرف نتكلم بلغة واحدة ونفهم الطلبات أو المطلوب مننا. فالمهندس المدني محتاج يعرف متطلبات احتياجات النباتات من المية، محتاج نعرف السويل ووتر بلانتس ريليشن شيبس، محتاجين نعرف ازاي نصمم يعني نظام زراعي ناجح اقتصاديا يعني، ونظام صرف يعني ان احنا نعرف النبات ده عايز قدر معين من المية قد ايه، والرينج بتاعه، ونصرف بمعدلات قد ايه. يعني كل العلوم دي احنا محتاجين نتعلمها من اخواتنا المهندسين الزراعيين. ودلوقتي تعالوا ننتقل مع بعض لقسم تاني من المحاضرة اللي هو الموارد المائية في مصر.